خلال فقرة مطبخ دمتي، حضري شي والمقترحة على موقع funtia.com باستعمال تقنية الشيف. شاركيها معنا وفوزي بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز رفيع كل شهر، وكذلك العديد من الأجهزة الإلكترونية كل يوم. دمتي غادي تفتح لك أبواب عالم جديد من الإبداع. إذن كيف كل مرة كتشاركوا معنا وكتعطيونا الشيوة اللي مقترحنا عليكم من خلال الموقع اللي هو funtia.com، أكيد كتشوفوا الشيف شنو حضر الوصفة، شنو هي كتاخذوا المقادير ديالها بالضبط، والطريقة ديال التحضير ولاستيس أو للخبرة اللي كتكون في تقنية الطبخ اللي أعطاها لكم الشيف. وبطبيعة الحال هادشي كله كتشاركوه معنا من خلال التواصل ديالكم دائما من خلال الرقم اللي هو 0614 57 20 92. ما شاء الله على كل سيدات لحد قالت لي كيشاركوا معنا، ولكن الجميل والأجمل هو أنكم تعطيوا الوصفة الحق ديالها دائما، طريقة ديال تسردوا لي المقادير وطريقة ديال التحضير والصور ضروري خاصو يكون فيها المنتوجات اللي استعملتيو، لان الا نسيتي غير حاجه واحده ففعلا ما كنقدروش انك تكون فائزه، تكوني فائزه معنا، لان تبارك الله كتكون سيده اخرى حطت كل الشروط فهي كتكون احق. فانا كنتمنى الحظ موفق للجميع. ما تنساوش ان كل مره كتشاركوا معنا وكتعطيونا تتعودوا تصيبوا الوصفه ديال الشيف كيف هي، يعني ملي كتفرجوا كتشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير كتطبقوا نفس الوصفه، يعني كل خميس مع 7:30 راه غتكون وصفه جديده وغتشوفوها وغتحضروها بنفس الشكل وبنفس الطريقه. وما تنساوش لي حتى التقنيه ديال الطبخ كذلك حتى هي خاصكم تحضروها وتقولوها لي حتى هي ملي كتواصلوا معاكم، وكتقولوها لي كذلك في الواتساب اللي كتصيفطوا. واكيد دائما الصوره، يعني اليوم كانت شوربه اسيويه زائد سيجار بالخضر، خاصهم يكونوا بجوجهم في الصور زائد اشنو من المنتوجات طمتي اللي تستعملوا في الداخل ديالهم. وهذا الشيء كله كترسلوا لي على الرقم ديال الواتساب مرفق بالاسم ديالكم، الله يجزيكم بالخير، الاسم بالكامل والمدينه ايضا منين نتوما، وما تنساوش المقادير. بالنسبه للسيدات ما شاء الله اللي كتبدا تصيفط الوصفه 100 200 مره يعني انا كيجيني بحال هضر ديال الوقت، علاش؟ لان عوض ما تصيفطي الوصفه غير الوصفه بوحديتها الصوره ديال الوصفه 100 200 مره على الاقل، صيفطيها مره او جوج المرات ولكن معها المقادير والطريقه ديال التحضير والتقنيه ديال الشيف والاسم ديالك بالكامل والمدينه منين انتيا، وهكذا كتكوني على شله من المحظوظات اللي يفوزوا معنا كل نهار باجهزه الكترونيه منزليه. واكيد كاين ربح اكبر في القرعه اللي من خلاله كتفوزوا معنا بروبو متعدد الاستعمالات. اليوم معنا حنان من الدار البيضاء. حنان السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حنان، حنان اول شيء شنو الوصفه اللي حضرتي؟ الوصفه ديال الشيف شوربه اسيويه مرفوقه بالسيجار محشو بالخضر. نعم، قولي لي اشنو هما المنتوجات اللي استعملتي في القلب ديالهم؟ نقول المقادير، اعطيني بعدا المنتوجات اللي استعملتي. المنتوجات فيها نشادره مايفين وفيها دانتي ديال السمك. واخا، دابا نمشيو للمقادير والطريقه ديال التحضير، انا متبع معك يلا. واخا، بالنسبه للمقادير عندنا جوج حبات من بصل الكرات، 50 غرام ديال القمرون، 50 غرام ديال صدف البحر، 50 غرام ديال الحوت بيض، حبه ديال الزنجبيل، 50 غرام ديال الفوط، 50 غرام ديال الدره معلبه، 100 غرام ديال القشده طريه، 10 غرام ديال نشادره مايفين، الملح والبزار، دانتي ديال السمك، 20 غرام ديال الزبده، 2 معالق ديال زيت الزيتون، 100 غرام أطاجو محمر. أيه. وعندنا بالنسبة هذا بالنسبة للشوربة. واخا. بالنسبة للسيجار ديالنا عندنا 100 غرام ديال الطحين، عندنا 4 لتر ديال الماء، والملح، وضروري جدا المقلة اللي غادي نوجدوا فيها الورقة ديالنا تكون ذات جودة عالية ما كتلصقش، وعندنا فرشاة باش غادي نصاوبوا الورقة ديالنا. نعم. بالنسبة للحشوة ديال اليمين ديالنا عندنا جوج حبات ديال الجزر، جوج حبات ديال قرع أخضر، جوج حبات ديال كرات، وعندنا 50 غرام ديال الزبدة، وزنجبيل، وصلصة ديال الصوجة، وملح والبزار. واخا، أجي ناخذوا الطريقة، وشنو لاستيس اللي عطى الشيف؟ التقنية ديال الطبخ؟
هي التقنيه باش كنوجدوا الورقه ديال البسطيله في الدار. اول شيء اللي جميل فحالا انا صورات للطريقه وهي كتصيب الورقه ديال البسطيله. هذا هو يعني كاين بزاف الامور اللي كناخذوها بعين الاعتبار، لان هنايا تبارك الله على الكل انه يقدر ياخذ الوصفه ويكتبها وهذا، ولكن راه كاينين شي امور اللي نتوما كتضيفوهم في الطريقه ديال التصوير ديالكم هي اللي كتبين لنا شكون الاحق طبيعه الحال. اذا الطريقه ديال كيفاش حضرتي؟ بالنسبه للطريقه بدينا اول حاجه بالشوربه، ديك الطريقه ديال الشيف كما هي على حقها وطريقة الشيف. بالنسبه للشوربه قطعت البصل ديالي كرات وزرته في الزيت في مقيله وشعلت لي العافيه، كتسخن كنزيد عليها البصله وكنضيف الزنجبيل كنقطعو رقيق وكنزيد عليه جوج معالق صغار ديال جوج معالق كبار ديال الزبده وكنبقى نحرك. ملي كنشوف ديك البصله دبلت هذا كنزيد عليها الفطور، كنزيد السمك الابيض والكروفيت والكالامار وبزروق صدف البحر وكنحركهم وكنزيد عليهم الذره وكنزيد عليهم الكاجو وشويه من الصلصه ديال السوجا وكنبقى نحرك حتى كنسجم العناصر مع بعضياتها. كنزيدو شويه ديال الفلفل الاسود ملي كتشحر ديك العناصر مزيان كنزيد لهم المرق ديال السمك المرق اللي وجدناه بالماء غليان ودرنا فيه دانتي ديال السمك ايوه وكنزيدو على داكشي ديال العناصر اللي درت وكنخليها تطيب تقريبا 20 دقيقه من بعد كناخذ المايفين ديالي كنخلطها مع شويه ديال الماء وكنزيدها على الشوربه وكنحركها كنزيد الماء فين باش هي اللي كتعقد الشوربه ديالي. منين كنزيد الماء فين من بعد كنزيد من عليها الكريمه ديال الطبخ وكنحرك ونخليها تكمل الطياب ديالها 15 دقيقه. ممتاز، هكذا كتكون وجدت الشوربه ديالنا ياك؟ اي بطبيعه الحال. الورقه ديال البسطيله اولا لينيم ديالنا. اييه بالنسبه للينيم اول حاجه خصنا نوجدوا الورقه. كناخد واحد البول كبير لا بانيو بحال هكا ديال اللي كنستعملو غير نسرعو عافاك سريعا تكلمي. اييه كناخد البول كنخلط فيه الماء والدقيق والملح بالطراب اليدوي وكناخد مقيله كنمسحها ونسخنها وكنبقى ندهنها بديك الفرشات كندهنها بداك الخليط ديال الدقيق وكنت نخليها حتى كتشد في راسها كنقلبها باش تشدها وثاني في راسها من الجهه الاخرى وتطيب. ممتاز صافي وكنعمروا لي نام ديالنا وهاد المسائل وكنعمروا ويا سلام تكون جميله وبنينه. اول شيء تبارك الله عليك حنان وكيف العاده دائما كتعرفي حنان ان كاين معنا جوائز واجهزه الكترونيه غتفوزي معنا بها واكيد غتوصلك الهديه ديالك لانتي في مدينه الدار البيضاء ان شاء الله ملي توفر غادي تسلميها. مرحبا بك واكيد كل الشكر لكل المستمعات والمستمعين اللي بطبيعه الحال حتى هما قدموا الفرصه مازال غدا مازال غتكون نفس الوصفه غتعطوني المقادير ديالها والطريقه ديال التحضير. ما تنساوش كذلك ان المشاركات ديالكم انتم اللي كتقروا انها تكون من الاشياء اللي نقدروا نختاروها او لا من خلال احترامكم لكل الامور اللي كتشوفوها من خلال الشيف من خلال الوصفات ديالو وكذلك التقنيه ديال الطبخ وهذا الشيء كامل كتشاركوه معنا. ما تنساوش كيف تكلمت قبل على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0614 57 20 92. واحد موفق للجميع. دامتي غادي تفتح لك ابواب عالم جديد من الابداع خلال فقره مطبخ دامتي. حضري مع دامتي الشهي والمقترحه على الموقع فنتيا.com باستعمال تقنيه الشيف. شاركيها معنا وفوزي بروبو الكتروني متعدد الوظائف من الطراز الرفيع كل شهر وكذلك العديد من الاجهزه الالكترونيه كل يوم.